تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم سامر الصالحي. حابب أنا كتير أني أعقب على موضوع الأرض المدحبرة التي خرج بها مؤخرا جماعة الأرض المسطحة، وتوقعوا أن هذه ستقوم بإحداث زلزلة كبيرة على مستوى العالم في يعني ماهية الأرض المسطحة، وأنه انتصار عظيم، وأنظر ماذا سيفعل العلماء. طبعا يعني قمة من التهافت والإفلاس الفكري والفشل الأخلاقي والديني والعلمي معا. هذا يعني طبعا سنثبت حاليا احنا كيف أن هذا الكلام كله كلام فارغ جدا جدا جدا، ومؤسف الوضع الذي وصل إليه، وضع هؤلاء من التعلق بالقش لإنقاذهم من مستنقع الأرض المسطحة الذي أوقعوا أنفسهم فيه. هذه هي طبعا الفيديو، حتى الفيديو يضعون فيه For you, what is the shape of the earth? طبعا هنا يتسخفون ويقومون بسؤال بعض الناس في الشارع حتى يقومون بإثبات أن الكلام الفارغ الخاص بهم بالنسبة لقضية الأرض المسطحة. أنا سأعرج بسرعة على هذا الفيديو لأني تكلمت عليه تكلمت عنه بس ركزوا في هذا الشخص، تكلمت عن هذا الفيديو أنا كثيرا قبل هذا، وأثبتت يعني أنه هذا كله كلام فارغ، وخصوصا عندما يتكلمون عن عدسات جاذبية وأشياء خرافية لما أنزل الله بها من سلطان، نوع من أنواع العلوم الزائفة والتي يرددونها ويضحكون بها على الجهلاء. من يؤمن أو من يعتقد أن هذا الفيديو فيه أي معلومة مفيدة هو إنسان يعني محدود الفكر والعلوم، وأنا يعني حزين جدا لوجود ناس من هذه النوعية في المجتمع الذي يمكن أي شخص أنه يغرر بهم ويضحك عليهم ويعرض لهم هذه المعلومات، يعرض لهم هذا الكلام على أنه معلومات علمية أو أن لها أي قيمة، أي قيمة نهائيا. تذكروا هذا الشخص. طيب خلينا احنا نشوف ماذا يمكن ان نجد عن هذه النوعية من الاشخاص، وخصوصا اننا نتكلم هنا عن جماعة غريبة جدا، يعني يصدقها للأسف جزء كبير من المجتمع. هذا هو موقع هذه الجماعة، والتي يعني من المؤسف جدا ان هناك من العرب من يؤمن بهم ويتوقع أن هناك أي خير سيأتي منهم. اسمهم دكيلا، دكيلا يعني هي كلمة برتغالية، لا أعرف أنا شو يعني معناها باللغة العربية، والتفسير الوحيد الذي حاول جوجل أن يعطيني إياها كانت دخيلة. حاولت أنا أن أستعمل الترجمة إلى العربي لكن كانت الترجمة ضعيفة جدا، فلجأت إلى الترجمة بالإنجليزي. هذا هو الشخص يسمي نفسه researcher، باحث and ufologist، عالم في الأطباق الطائرة، عالم في الأطباق الطائرة. هذه هي العلوم التي يتكلم فيها هؤلاء الأشخاص. هذا الشخص اسمه أورندر فرنانديز دي أوليفيرا، أورندر. هذا أورندر هو محقق في اليوفو، الأطباق الطائرة، يعني جماعة جريندايزر أصدقائه، وفي البارانورمال، ما وراء الأشياء الطبيعية، الأشياء غير الطبيعية، يعني الأشباح والأرواح والمساكن التي فيها جن وهذه الأشياء. هذا عمله. فهو معروف في أوساط أبحاث اليوفولوجي. على فكرة هذا ليس علم طبعا. As UFO initials of his name. His name هو أصلا اسمه UFO. الحروف الأولى من اسمه أيضا تمثل الأطباق، اسم الأطباق الطائرة هذه. وهو مؤسس دكيلا ريسيرش. طبعا لما يكون الشخص بهذا الكريدنشلز، يعني عنده هذه، يعني كما تبحث عن شخص، مثلا انت تريد مهندس او شيء، رحت تبحث عنه انت في لينكد ان، فترى الاعمال التي فعلها. عندما تكتشف ان هذا الشخص يعمل في البحث عن الاطباق الطائره، اتوقع انك ستبدا تعرف نوعيه
المعلومات التي سيحصل منها. هذا هو من الموقع الرسمي الخاص بهم طبعا. كما يقول هذا الشخص أن في الليل يشاهد التلفزيون and أين ذهبت الشاشة؟ هاي الأرواح وصلت لعندي. هو يشاهد الشاشة في الليل ويحدث أشياء ما هي paranormal يعني غير طبيعية, مثل الفيلم paranormal activity, bending and breaking objects, ويثني ويكسر الأشياء with the force of thought, بقدرة الفكر طبعه إلى وحده. ممتاز جدا, ممتاز جدا. هذا هو العالم الذي سيقوم بإثبات أن الأرض مسطحة أو محدبة حسب ما آخر شيء وشفناه. The first contact, كما أنه قام بأول اتصال مع مخلوقات في عمر 13, وكان أول اتصال له مع المخلوقات الذكية هذه من عوالم أخرى في عمر 13, وحتى ذلك الوقت ما لم يخطر بباله أن هناك أي شيء غريب في السماء. يعني الحمد لله هم سيجدون أن الأرض مسطحة, لكن في نفس الوقت هو بإمكانه أن يتكلم مع عوالم أخرى خارج هذه الأرض المسطحة. هل تفهمون يا جماعة الأرض المسطحة مدى استغفالكم, مدى السخرية منكم عندما يقوم شخص مثل هذا بإثبات أن الأرض مسطحة؟ هذا إنسان مريض, بالإضافة إلى أنه يعني مختل عقليا, واحتمال أنه لديه أوهام يحتاج إلى علاج نفسي. هذا هو الذي سيثبت لكم أن الأرض مسطحة وتنتظرون. وبعض منهم يتوعدني في آخر هذا الشهر أن ما سيخرج سيقلب العلم أو فوقا على رأسا على عقب, وسنكتشف الحقيقة. هاي الحقيقة اللي بدأنا نكتشفها والحمد لله. باحث في الأمور الماورائية واليوفوز ويتكلم مع عوالم أخرى. ممتاز, ممتاز. هذه الأشكال طبعا. واحد هذاك اليوم واحد يأتيه الوحي وهذا يتكلم مع كائنات فضائية. ممتاز. طيب لنذهب نحن إلى الأبحاث التي يقوم فيها هذا المركز دكيلة. Fundamentals of Nature, اللي هو أساسيات الطبيعة. لنرى بحث أساسيات الطبيعة الذي يقوم به. يقوم بالمغناطيسية والكثافة والضغط والضوء وpositive modulation wave. طبعا في شيء اسمه pulse modulation, بس positive modulation شيء مش معروف, ونegative modulation wave جميل جميل. تايم زيرو أور تايم, يمكن الترجمة لا تعطيهم حقهم لأنه هذا أصلا بالبرتغالي, فعندما يتحول إلى الإنجليزي احتمال ضاع شيء في الترجمة. لن ماشي. ماجنتيزم دنسيتي بريشر لايت is part of the essentials of natures of selectively intensified over given period of time. يعني هذه الأبحاث التي يقومون المفروض أنهم يقومون بها ويتكلمون عن المجرة, هم الذين سيثبتون أنه لا يوجد مجرة ولا يوجد شيء خارج الكرة الأرض المحدبة. The fundamentals of natures are also responsible for determining trajectory of the celestial bodies. نعم, الأجسام الفضائية في رقص الأجسام also by the gyral of the galaxy. نعم تمام. نتكلم عن تأثير هذه الأشياء على حركة المجرة. طبعا الشيء الوحيد من كل هذه الأشياء الذي يؤثر على حركة المجرة هو الجاذبية, لكن مش مشكلة. لنكمل. نحن هنا عندهم شيء اسمه لاريال of science of the science of the future. عندهم صنعوا هرم خاص بهم لدراسة الكم, ميكانيكا الكم فيه. يهمني هنا قوة الصوت وكيف أنها تؤثر على الدي ان اي. يعني أبحاث تستحق جائزة نوبل. وأهم واحد هذا هنا لأني أنا شاهدته وحبيت أن أشارككم به, اللي هو الكون أو
نعم الكون، وهذا الجزء الأول منه. طبعا الأرض هنا واضح أنها كروية، لكن مش مشكلة. طبعا هنا يخلط الحابل بالنابل، يخلط بين الأديان والعلم، ويتكلم رأي الأديان ورأي العلم في خلق الكون. وعلى المجمل فإن المجتمع يتجاوب مع هذا السؤال على أصل الحياة، إما عن طريق العلم وإما عن طريق الدين. فهم يقولون هنا على الهايبوثيسس الديني، يعني حتى على ليس حتى على النظرية الدينية، على الفرض الديني وكيف أن الأشياء مخلوقة، يعني يقال أنها مخلوقة على يد خالق. وفي الوسط العلمي أن نظرية البيج بانج ونظرية التطور لهم علاقة في الموضوع. ولكن في مركز أبحاث دكيلة أو الأبحاث الخاصة فيهم على خلق الكون وخلق الإنسان، فهم يعودون إلى المصدر في النهاية في البداية. وعندما يسألونهم عن المصدر البشرية، فالمصدر هو Alien partners first advised us to research the different versions of humanity in different civilizations. أصدقائهم من زوار الكوكب قاموا بإعطائهم النصائح في كيف يعرفون أصل الإنسان. لا أعتقد أن النتائج كانت مبشرة بالخير. The planet had been colonized that five extraterrestrial breeds. وقالوا لهم أن عن طريق أبحاثهم هذول دكيلة أن الكوكب تم يعني استعماره من قبل خمس أجناس من خارج كوكب الأرض، وهم الذين صنعوا البشر عن طريق تعديل الجينات. رائع، أنتم رائعون جدا. هم يلغون الإله ويلغون الله ويلغون كل شيء، وهؤلاء الذين تريدون أن تستشهدوا بهم على الأرض المسطحة. لا أعلم إلى أين تتجهون يا سكان الأرض المسطحة. أنتم تريدون أن تكفروا بكل الأديان وبكل العلوم وبالعقل وبالمنطق. هذا هو الإفلاس الفكري والانتحار العلمي والعملي والديني، والتخلي عن إنسانية الإنسان وعن عقل الإنسان الذي كرمه الله وأعطاه كل الطرق حتى يجد الله. قديما قالوا الله ما شافوه، بالعقل عرفوه. هذا المثل أتذكر أمي وهي كانت تعلمني إياه وأنا صغير. الله ما شافوه، يعني قدرتك أن ترى الله لن تستطيع أن ترى الله في أبدا في حياتك، لكنك ستعرفه فقط عن طريق العقل. وعندما تلغي عقلك أيها المسطح، تقع فريسة سهلة لهؤلاء السخفاء الأغبياء الذين يريدون أن يسخروا منك ومن دينك ومن كل شيء أنت تفكر فيه. ولا تكن كالإمعة، ولا تكن كالغريق يتعلق بقشة فقط لأنك لا تريد أن تقبل حقائق علمية معروفة ومؤكدة. تريد أن تستمع إلى هؤلاء الذين يكذبون عيني عينك، عيني عينك، هذا موقعهم الرسمي. هم يكذبون عليك ولا تريد أن تصدق رأي العلم والعلماء بكل شيء. يعني لا أعلم ما أقول لك يا أيها المسطح إلا أن استعمل عقلك وارجع إلى جادة الصواب. إنك تائه يا أخي، إنك تائه. تحياتي للجميع، وأكون معكم إن شاء الله في فيديو تاني. سلام عليكم.